صباح الخير. اليوم في فقرة هوان الوطن راح نحكي عن أزمة كورونا اللي أوقفت كل الأنشطة الرياضية بغزة وحولت منازل المواطنين لصالات رياضة، مثل بطل فقرتنا الكفيف مؤمن البيطار اللي بيستكمل تدريباته مع مدربه. خلونا نتابع. طبعا احنا بنعلم انه في ظل أزمة كورونا وجائحة كورونا كل الأندية مغلقة في قطاع غزة. طبعا نحن استبدلنا الأندية وحتى نستمر في ممارسة الرياضة من البيت، ونحن نبادر من أنفسنا ومن الكابتن حسن الراعي بادر معنا انه نستمر في التدريب والتمارين في البيت، واحنا متواصلين منذ جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة في الجائحة نحن نمارس هذه الرياضة في البيت بالرغم من الظروف الصعبة بالرغم من كورونا، حتى نتحدى كل الإعاقات نتحدى كورونا، أن نقول لا يوجد إنسان معاق ولا يوجد شيء يعيق هؤلاء الأبطال لأن حتى نحقق يعني الإنجازات الكبيرة في فلسطين. حققت إنجازات كثيرة، أولها كان إنجاز العالم، أول إنجاز عالم على الصعيد الشخصي، حققت ثالث عالم في بطولة دبي الدولية 2016-2017، وكذلك إنجاز فلسطيني، حققت المركز الأول على مستوى فلسطين في بطولة فلسطين المفتوحة 2017، وعدة إنجازات محلية على مستوى النادي، وآخرها بطولة كويت أونلاين يعني في ظل جائحة كورونا، وهذا اللي أنا يعني اللي فرحتنا أكثر إنه استمرينا في البطولات بالرغم من جائحة كورونا. طموحي أنا كمؤمن إن أصل إلى أعلى المراتب وأن أكون مدرب، أدرب الأسوياء بالرغم من إعاقتي، أدرب يعني فرسان وأحقق منهم عباقرة وأبطال وأحقق إنجازات من هؤلاء الأبطال، وهذا تمني الكبير إن أكون مدرب وأكون أشارك كل المدربين في كل المحافل في كل التدريبات في كل الأندية. بتلعب كل خلطك الآن. ركز في نقطة واحدة. رجعت انت مع بعض. تعلمون جيدا انه في اغلاق للانديه والمؤسسات الرسميه في ظل الجائحه، ولكن احنا استبدلنا التدريب داخل الانديه، عملنا مبادره لنزور كل بطل في بيته وندربه في بيته مع اتخاذ كافه وسائل الاجراءات والوقايه والسلام والتباعد الجسدي للحفاظ على المستوى المكتسب لهؤلاء الابطال، وايضا عشان يكون في لهم تحدي جديد انه يكون يمارس الرياضه في بيته ويفرض لنفسه انه الجائحه هذه ويتحدى الجائحه ويمارس الرياضه رغم الجائحه. لذلك شاركنا في هؤلاء الابطال في عده بطولات مختلفه اونلاين وحصلوا على مراكز كثير متقدمه لفلسطين لينضم انجاز جديد لفلسطين حتى في ظل جائحه كورونا. Yeah.